كان هذا فيما يتعلق ببريطانيا. إذا ما انتقلنا إلى الولايات المتحدة نجد ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع، مع إعلان المزيد من الشركات لعمليات خفض وظائف مع تزايد المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة. كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ل 7000 طلب إلى 251,000 في الأسبوع المنتهي من 16 من يوليو. كما ارتفع متوسط عدد الطلبات في الأربعة أسابيع الماضية بمقدار 4500 طلب عن متوسط الأسبوع السابق ليصل إلى 240,500 طلب، وهو المستوى الأعلى منذ أوائل ديسمبر.